حياكم الله مشاهدينا الكرام، مساء الخير عبد الله. مساء الخير عليكم مشاهدينا، نجدد معكم اللقاء ايضا في مساء الامارات في اولى حلقاته في الموسم الجديد. ومثل ما قال زميلي عبد الله، اكيد في كثير من الفقرات الجديده اللي ضفناها لكم في مساء الامارات. واول فقره اليوم معانا هي ركن السعاده، اللي تختص بكثير من المواضيع والامور الاجتماعيه اللي تهمكم وتهم كل اسره وكل فرد في هذا المجتمع. موضوعنا لليوم راح نتكلم فيه عن الصداقة، هذه العلاقة المقدسة اللي ارتبطنا فيها ونحن صغار، ودائما كنا نقول بأن الصديق وقت الضيق، ودائما أيضا كنا نقول بأن رب أخ لم تلده أمك، وكثير من المقولات والحكم والأمثال اللي تعلمناها. لكن السؤال هو، هل فعلا الصديق اليوم يؤدي دوره بكل فعالية؟ هل هو فعلا مؤثر كما كان من قبل؟ دراسات كثيرة وآخرها كانت تقول بأن الصديق يؤثر، الصديق الإيجابي يؤثر على صديقه، والصديق النشيط يجعل أيضا من صديقه بأنه يكون أيضا نشيط. إلى أي مدى يؤثر هذا الصديق؟ أكيد راح نتعرف ونناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الموجودة ويانا اليوم، المهندسة الكاتبة منى كاظم. يا مرحبا بك. يا مرحبا فيكم، شكرا لكم على هذه الاستضافة، وشكرا لقناة الضفرة. الله يحفظك. طبعا افتتاحيتنا اليوم في أول فقرة من البرنامج وهذا الموسم مع حضرتك، نحن نتشرف فيك. الله يسعدكم بالتوفيق دائما إن شاء الله. يعطيك العافية رب دائما وأبدا. يعني رشا ذكرت أشياء وايد عن الصداقة. نعم. وقالت أن في من أهم الأشياء أن هو الشخص لابد أنه يحيط نفسه بهالة من الأصدقاء، ولكن الأصدقاء الإيجابيين النافعين. صح. حال وضعنا في الوقت الحالي شو هو؟ والله أنا طبعي إيجابي، فما بقول لكم الوضع مزري، ولكن إحنا نتكلم عن حاجات أساسية للإنسان. حاجة الإنسان الأساسية منذ الولادة، من أول ما انخلق الإنسان، حاجة الاجتماعية ولبناء علاقات اجتماعية. نعم. إيجابية مع الآخرين، فهذه الحاجة ما نقدر الحين نمنعها بغض النظر. وبالتالي إذا نتكلم عن صداقة نوع واحد، يعني صداقة مع أي أشخاص خارجيين خارج نطاق الأسرة، يمكن يكون قلة جدا اللي موجودين حاليا اللي تنطبق عليهم مواصفات الصديق اللي هو الصدوق. نعم. الصديق المخلص الإيجابي. ولكن هل بالفعل إحنا نقدر نمتنع عن أن نكون صداقات حتى داخل الأسرة؟ لا طبعا. الصداقة إذا أنت ما قدرت تعيشها مع الأشخاص راح تعيش في وحدة. نعم. هذه الوحدة راح تأثر عليك على توتر، ولا تزيد من نسبة اكتئابك، وتزيد من نسبة الأمراض. طبعا. الجسدية والنفسية. فطبيعة الإنسان أنه دائما يسعى لأنه يفرغ هذه الطاقة، أنه يتكلم، أنه يسولف، أنه يكون عنده إنسان يقدر يلجأ له في حال كان تعبان نفسيا، في حال حتى لو كان سعيد بيشارك فرحته. فطبيعي جدا ان الانسان يميل نحو الاشخاص الايجابيين. جميل. والاشخاص اللي هم قريبين لذاته، اللي ممكن يسمعونا بكل صدق. اكيد يقولون دائما بان يعني الصديق، طلع مع صديق في اسبوع مره واحده كفيله بانها تغير مزاجك ومودك وصحتك ايضا. صح او نعم؟ صحيح. وان بالفعل العلاقات الاجتماعيه وبالذات اللي هو الخروج مع اصدقاء ايجابيين تفرز وتزيد من استحداث كيماويات الأوكسيتوسين، هذا الهرمون يسمونه هرمون السعادة. فتخيلي أنت علاقتك مع أي إنسان، تطلعين وياه على كوفي شوب ولا على يلسة. صح. ولا على مطعم، وتسولفون وتضحكون، نسبة إفراز هذا الهرمون تزداد في الجسم، وبالتالي يزيد نسبة الاسترخاء والراحة النفسية والسعادة. فيعني ليش ما نكثر من هالهرمونات شوية؟ أكيد. بوجود أصحاب. ونحن نقول عامة دائما، يعني نقول صديق دراسة. في تلك الفترة من الزمن اللي كان فيها أصدقائنا هم أصدقاء دراسة، كانت الحياة لم يكن فيها مصالح. هذا صاحبي وصديقي أثناء الدراسة، ما بيننا إلا نحن نتواجد مع بعض، نسولف مع بعض، نضحك مع بعض. صح. نخرج نسوي كل شيء ويا بعض بدون أي مصلحة. لذلك لما تجد أي صديق أو حد من أصدقاء الدراسة في مكان عمل أو هذا، تدخل عليه براحة وبأريحية، تستذكر فيها أيام وتمشي أمورك كلها بسهالة. فنحن نقول الحين ردينا على قول صديقك من صدقك ولا من صدقك. زين، قاعدة، هل هي الحين هاي نعتبرها قاعدة الاختيار أو اختبار الصديق؟ إذا إحنا نبي نعيش في قالب حقيقي من الصداقة، قالب اللي هو فيه منفعة لذاتي أنا وراحة نفسية، نعم يجب أن أبحث عن مواصفات الصديق الصدوق. لأن الإنسان بطبيعته أصلا يعني إنسان خطأ يخطئ، فأنا ما أبي أن إنسان دائما يقول لي نعم، هي أنت صح، كلامك على العين والرأس، أنت تمام. ما أنا أبي إنسان دائما مجامل. صح. هذا الإنسان هذا وقتي، أنا ما أقدر أعيش مع إنسان وقتي. صح. صح. الصديق الحقيقي هو بالفعل اللي صالحك في عيوبك في أخطائك بطريقة جميلة، بحيث أنه يحاول يساعدك على أنك تتغلب، يوجه النصيحة. فهو بالفعل هذا من أساسيات. إحنا كثير محاطين بأشخاص، ولكن هل جميع الأشخاص هذه الأصدقاء حقيقيين؟ نعم.
أرسطو قسم الصداقة إلى ثلاث أقسام أو ثلاث يعني أنواع من الصداقة. الجزء الأول هو صديق المنفعة يسمونه. نعم. المنفعة اللي هو فقط عند انقضاء هذه المنفعة انتهى المصلحة اللي تكلم عنها. نعم. وهذه في حالة يعني حالات نشوفها كثير للأسف. الصديق الثاني اللي هو النوع الثاني اللي هو الأنس، أنك أنت تأنس بشخص مثلاً في حفلة معينة، في مناسبة، في مؤتمر، في دورة تدريبية، جلست مع شخص ارتحت له في هالفترة، بعد فترة خلاص نسيته ونساك، فهذه المرحلة. هل يسمون يعني أصدقاء أيضاً هذيلا؟ نعم، ولكن وقتيين بانتهاء المرحلة اللي هم فيها المصلحة. الصديق نعم، الصديق الأفضل هو الصديق الفضيلة اللي هو هذا الإنسان اللي يعيش معاك. نعم. على طول على الحلوة والمرة، وهذا تنتفع منه وننفعك، فهي لازم تكون مصلحة متبادلة، مو بس أنا أعطي ولا بس هو ياخذ، لازم تكون هناك مصلحة مشتركة وفي تبادل أفكار وأيضا في تبادل وجهات النظر بيننا. لو برد للنحو وكنا ناخذ في المدرسة إعادة الكلمة إلى ماضيها الثلاثي، صحيح؟ نعم. فصديق تعود إلى صدق وصدق. صدق، نعم. صدق وصدق، فإذا نعم. هو المعنى في حد ذاته. صحيح. هو راقي جدا، وإذا نعم. أخذنا هاي الثلاث أحرف نعلم فعلا ما هي الصديق. نعم. شو استطلاعات الرأي اللي سوينا؟ خلينا نشوف إيه، خلينا نشوف مشاهدينا استطلاع الرأي اللي سويناه ورجع لكم نكمل نقاشنا في موضوع الصداقة. والله الأصدقاء كنز، الأصدقاء كنز يعني ما يتعوض. في أصدقاء يكون نفس الأخو في عملك، في طلعاتك، في أي شيء يكون معك، يعني في وقتك، في يعني شدتك يكون صديقك معك. الصديق هو الأخ الذي لم تلده أمك. الصديق في الزين وفي الشر. والله الصديق هذا أكيد كل واحد عنده صديق، بس أهم شيء الواحد يهتم في الصديق اللي طول العمر اللي يدله على الخير، الصديق اللي طول العمر يعني يدلك على الخط الصحيح، ما يجرفك على الأمور اللي يعني ما كويسة. والله أشوف الصديق هو يعني جزء من الحياة، يعني جزء كبير من الحياة. والله الصديق مهم في الحياة، خاصة أنه يعني أثر عليك، خاصة أنه له تأثير إيجابي وتأثير سلبي. يوقف وياك، تحتاج له في الأزمات، تحتاج له مثلا في الأفراح، يعني في كل شيء تحتاج لصديقك. يعني شو بيعمل صديقي؟ ممكن أعمل مثله، إذا عمل شيء صالح بعمل مثله، عمل شيء غلط كمان ممكن أعمل مثله. والله صديق مرات يعني يكون مثل الأخ، يعني حتى في مثل يقول لك رب أخ لم تلده أمك. هي نعم يغير، ليش لا؟ يمكن الصاحب ساحب يقول لك يعني مثل أنت تكون صديقك نفس المقام اللي أنت وياه. الصديق شو ما قالوا عندنا مثل العماني يقول الصاحب ساحب. الناحية السلبية في أصدقاء كتير يعني بيتركوك وقت الحاجة، بيتخلوا عنك، بتكون مغشوش فيهم، بتفكروا شيء بيطلع شيء تاني. صديق هذا مرآتك أنت الشخص، كل واحد أخواتك طيب طلعت طيب، وإن طلعت أخواتك خيب طلعت خيب، ما يعتاد الصديق لابد منه. يعطيهم العافية. في بعض يمكن سمعنا منهم الحديث عن الصداقة كانوا متأثرين، ففي بعض المواجع كانت حاصلة حقيقية. يعني إيه ما شاء الله، حتى الآراء أيضا مختلفة، يعني حد يقول لك ممكن أسوي شيء سيء بعد أسوي وياه، فش كثر يعني ممكن فعلا يعني الصديق يؤثر فعلا سلبا. يسحب هذا، لكن سلباً. أنا عندي صداقة من نوع ثاني. شو صداقتك؟ صداقة منى كاظم مع حنان السماك. هاي صداقة من نوع مختلف. أوجه لها تحية بنتي حبيبتي حنان، تحية. هي الصديقة الودودة المخلصة الصدوقة معي على مر هالحياة، وهذا الشيء تكرر سبحان الله، لأن أنا كنت صديقة والدتي أيضا، فحبيت أني سبحان الله أنقل هذه التجربة، لأن بالفعل كانت ناجحة التجربة مع عيالي كلهم، يعني أنا صديقتهم كلهم، ولكن يمكن الأكثر قربا لي في بحكم العمل أنا وياها، طبيعة العمل المشتركة، بنتي حنان. فأنا في كتابي مثلث الحياة اللي هو Love, Lead and Live كتبت عن الحب، والحب بأنواع، طبعا الحب الأنواع غير الحب العلاقة بين الرجل والمرأة، الحب اللي هو في الحب الإله، حب الكون، حب كل شيء حوالينا، حب الأصدقاء. فأيضا هناك تكلمت عن علاقة الصداقة بين الأم وبنتها. جميل. وعملت لها نموذج، صممت نموذج سميته نموذج الحب والعطاء بين الأم والبنت، وأيضا هذا ممكن ينعكس بين الموظف والمدير. صحيح. وبين الأب والولد، يعني مو شرط أن الأم، ولكن هو عملية هي أخذ وعطاء، كما تغرس هذه البذرة الطيبة وترعاها وتسقيها. طبعا. وتعلمها كل المبادئ والقيم وتعيش معاها في شفافية. الأم أكثر يعني قربا، ممكن تكون أفضل صديق للبنت. صحيح. ليش؟ لأن بالفعل هي أكثر وحدة،
مستحيل انها تتمنى، يعني تتمنى الوحيده يمكن الخير لعيالها اكثر من نفسها. الانسان اللي في الكون الوحيد اللي ام دائما نسمع يقولون ان صادق ولدك طبعًا. او صادقي بنتك دائما هذه المقوله يعني، لان احنا في زمن بس ما نعرف اذا كانت تطبق او لا اساسا. تطبق وانا يعني اتمنى الكل يتخذ هذا الاسلوب التربيه صراحه، لانه بالفعل اسلوب ناجح، وانت تقدر تعرف اسرار عيالك بسهوله ويقدرون يفشون لهم اسرارك بكل اريحيه، وبعد تقدر تعطيهم من خبراتك في الحياه، تقدر تعلم البنت كيف تكون ست بيت ناجحه وزوجة صالحه وام صالحه، كلها من خلال الخبرات اللي امك اكتسبتها. في موضوع جدا يمكن مؤرق في الاونه الاخيره، الشباب وايد يتاخرون في الزواج، وايضا البنات يتاخرون في الزواج، وبالتالي يجيك يوم يقول لك يعني انا الحين عندي طفل وهذا، يقول ما اقدر اصادقه، انا عمره غير عمري، حياته غير حياتي، تختلف. هل هو يحط من نفسه العائق، او هل هو فعلا عائق الفتره العمريه الطويله اللي فرق بينهم تاثر على العلاقه بينهم؟ انا بالنسبه لي شخصيا ما اعتقد ان هذا فرق، والدليل ان انا كنت صديقه مع جدتي وليس فقط امي، كانت في عمر كبير جدا، وبالتالي كانت لما كانت تشوف طفل تكلمه مثل عمره وتلعب معاه، وكانت لما تشوف انسان اكبر في سن المراهقه تعطي نفس الكلمات اللي هو يحبها. جميل. اعتقد هي عمليه تكيف وتعلم وتدرب. اذا انا ابغي صدق ان يكون هذا الانسان يعني ناجح وفعال في المجتمع، وابغي يكون انسان بالعكس بينه وبين علاقه سليمه ما في بينه حواجز، ان انا الاب وهذا الولد، وان يعني اكون انا المسيطر، لان هذا بروحه ترى خوف الحدود هاي اللي نحطها احنا. لما انا اشوف ان صلاح ولدي وبنتي ان بهالصداقه، فاكيد راح ابذل كل الجهد اني انا اوصل لهم ان اكون صديق لهم، صديق في كل مكان. على فكره ممكن طلعات، اللعب، الضحك، مطاعم، كل مكان هم يحبونه نسوي مع بعض، حتى لما اصدقائهم يجون حلو ان انا اكون موجود متواجد، لان حتى هذا الشيء ممكن حتى ينعكس على اصدقائهم، ان ايضا يقولون الاهل الخبره هذه لاهلهم، غير انه هو يصغرنا في العمر يعني وايد. هذا هل استفدت؟ هو الابتسامه، ابتسامه تقوم تضحكين وانت مستانسه معاه، فعلا تغير السعادة يعني. نعم. طيب دائما يقولون بان هناك في احكام وضوابط للعلاقات في الصداقه، يعني هل هناك فعلا يعني ضوابط معينه يجب ان انا اكون متحليه فيها او اخذ بالاعتبار فيها علشان فعلا احترم الصديق اللي وياي، ولا تارك الموضوع للمشاعر يعني اذا كانت مشاعر متبادله ام لا؟ انا اعتقد الحدود الوحيده اللي ممكن تكون فقط بين الاصدقاء هي الاحترام. نعم. فقط، ما عدا ذلك هو مفتوح. ليش؟ لان اذا انا بحط حدود اخرى ونقاط معينه راح يكون شويه فيها يعني نوع من العناء، ان انا اقدر اكون وايد سلسه في علاقتي مع هذا الشخص، راح يكون في صعوبه اني اكسر هذا الحاجز وادخل لقلبه، فبالتالي انا اكون انسانه تلقائيه. هي عمليه تلقائيه، المرونه، الاخلاص، الوفاء، ان انا بالفعل استمع له لما هو يجيني، لما يكلمني بكل صدق اعطي نصيحه. صحيح. بدون اي يعني نوع من الخوف انه والله راح ياخذ مكاني بهالشيء، بالعكس الصديق هو مثل الاخ والصديقه هي مثل الاخت. نعم. هذا ان شاء الله اذا يعني وصلنا ان وجوده موجود في هذا المجتمع اللي خلينا نقول شويه مجتمع اصبح يمكن، او العصر اللي احنا فيه ركض ولهث وماده يمكن اكثر، ولكن الى الان موجودين هذه الاصدقاء. هي عمليه مثل التنقيب على طبعًا الذهب طبعًا موجودين. طبعًا. خلينا نكون واقعيين يمكن اكثر. أكيد. فعلا يعني حاليا ما عاد في صداقه يعني حقيقيه، صارت نادره يعني، حتى لو هي موجوده فعلا يعني وايد نادره. فنبغى نعرف يعني العصر اللي تغير، احنا اللي تغيرنا، الوسائل الحديثه هي اللي غيرتنا، كيف نرجع نكون صداقات مرة أخرى؟ وعلى فكرة يعني قبل الهوى أيضا كنت قاعدة أتكلم مع صديقاتي، فكانوا يقولون بأن الصديق يعني كان في رأي من البنات كانوا يقولون بأن الصديق هو الذي ينشأ معاك ويكبر، وهذا قادني لأن أسأل هل فعلا الصديق ممكن أن يكون صديق جديد في حياتي، ولا هو لازم ينشأ معاي ويكبر معاي ويكون معاي على مدى سنوات يعني عديدة؟ يمكن لو حصل هذا الشيء ان انا والله تربيت مع صديق واصبح معاي مثل جزء من حياتي او عائلتي، صار عندي حالتين، صار عشره عمر بالضبط، بالاضافه هذا الى يعني خير على خير. نعم. لو حصل، ولكن هل هذا يمنع ان انا مثلا بعد عمر 40 سنه او 50 سنه اني القى الصديقه المناسبه لحياتي بالفعل وفي اي مكان معين انها تحبها، احبها وتحبني بدون اي والله سنوات معينه كنت معنا؟ ابدا، هذا ما في حاجز ولا مانع ابدا. بالعكس انا اعتقد ان الانسان كل ما ينضج وخبرته تكبر في الحياه يبدا يعني يختار صح، يتنقى صح، يختار صح. نعم. وحتى لما تعاشر انسان خلينا نقول في عمرك او اكبر واصغر بسنوات، لان الحكمه والعقل والعلم ما ينقص في العمر على فكره، مرات ممكن تصادق انسان اصغر منك بعشر سنوات. صحيح. او اكبر منك حتى بعشر سنوات او اكثر، فهي العمليه ان انا كيف
أفيد وأستفيد، كيف يكون في منفعة بيننا وبينه، وكيف أنا أحافظ على المبادئ اللي موجودة بيني وبين الصديق. نذكر حالة من هل هي صداقة أو لا. بعض الشباب يكونوا مع بعض لفترات طويلة وكل واحد فيه أخطاء يعني، ولكن هذا الشخص يتجاوز عن أخطاء صاحبه، ولكن أيضا في نفس الوقت يأتي أصدقاء آخرون لا يعني ما يأخذون هاي المشاكل إلا بدائما مشكلة مع هذا الشخص ويبتعدون عنه، ومن ثم يلفون من حوله ويأتون مثلا لعبد الله، عبد الله أنت كيف تمشي معه، هذا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، هذه مشكلة طبعا تواجهنا فعليا. فعبد الله يرد يقول ترى هالريال فيه كذا وكذا وكذا، وأنا تجاوزت عنها لأنه ما يهمني أمرها، وعندما تخرج أغض البصر، أو إذا قدرت أن كلمة يعني وقف يا فلان وقف. ولا وأما لا عند الريال أشياء حلوة واحد واثنين وثلاثة، فهذه هي جميلة، فأنا باقي معه في هذا الأمر، يعني مش لازم أن أخذه بكل ما بغربله، ترى بأخذه بحلوة وبشيء. هل هذا عبد الله يكون هنا صديق وفي أو أي نوع صداقة تكون؟ عبد الله اللي هو تكلم عن الشخص، لا اللي هو جوه وكلموه، وهو يتجاوز عن أخطاء صديقه وهاي أفكاره الخاطئة ويدخل معه في أفكاره. هذا هو يعني خلينا نقول المبادئ الصحيحة للصداقة. أنا ما في إنسان، أنا بيني وبين أمي، بيني وبين بنتي، بيني وبين زوجي في أخطاء وفي عيوب لابد إن يعني نتجاوز عنها ونتقبلها. صحيح. يعني ما في إنسان كامل في هذه الدنيا. أكيد. إذا أنا رح أبحث عن الكمال رح أتم طول حياتي وحيدة، وهذه جزء جدا أمر صعب أن الإنسان يعيش في هذه الوحدة، لأن الوحدة قاتلة. وبينت الدراسات إن زيادة عدد الصداقات حوالينا، الصداقات النافعة الإيجابية، يزيد من طول العمر. نعم. دراسات خليج عربية وأيضا عالمية تكلموا في هذا المجال. جميل. فأنا أقول إن الإنسان عشان في كثير من الناس ممكن تخرب حتى بين الصداقات، الأفضل أن يكون في مصارحة. لما أنا أسمع حد نقل لي كلام أول شيء أقول له واجهة، نعم لو سمحت أنا ما أبي أتكلم بهذا الموضوع، أسير حق صديقي أو صديقتي وأكلمها أقول أنت قلت هذا الكلام، عشان أتحرى الموضوع، لأن كثير في ناس للأسف تحسد أي معلقات انتهت. صحيح. صحيح. والله تحسد الخير، تحسد يشوفوا الناس ويا بعض على طول، يعني يقولون أنتوا مثلا ما عندي أنا صديق، ويشوف غيري دائما عندها الصديق وأنا محروم، فأبدأ الغيرة والحسد. يعني الله يرأي أيضا يقول بأن الأصدقاء يعني أنت بتكون صديقي إذا ساعدتني ماديا، وإذا قدرت أنك يعني مثلا تنقذني من ورطة معينة أو أزمة مادية أو مالية معينة، وإذا ما ساعدتني فمعناته أنت مش صديقي الحقيقي، وأنت ما وقفت جنبي في أصعب الأوقات، وأنت وأنت وأنت. فشو رأيك بهذه يعني الفئة من الناس أو هذه الصداقة؟ يعني فعلا تؤثر وفعلا في ناس أنا طريقة أشوف أن الصداقة دعمة. يعني لابد أن يكون فيها منافع مشتركة، يعني إذا أنا قادرة أني أساعد هذا الإنسان ماديا وأنا مقتدرة وعارفة أن صديقي يستحق، مو قاعد يكذب علي، لأنه في النهاية يعني عشرة عمر صار لنا سنوات ويا بعض، وعارفة ظروفه، وعارفة لو أنا طحت في أيضا مأزق ومشكلة رح يساعدني، فليش لا، شو المانع؟ ولكن أي أنا أتشرط أقول إذا ما عطيتني أنا ما بكون صديق أو أحكم عليه يعني إيه؟ لا، هي إذا أنا عند عارف أنه عنده قدرة وقادر يساعدني كان بيه، إذا ما قادر خلاص، لأن أصلا الصديق إذا يحبني بروحه بيساعدني بدون ما يتريى بالفعل أن أنا أطلب ولا أنا يعني أعرض وجهي له بهذا الأسلوب. فأتوقع هي عملية مثل ما قلت، هي عملية منفعة متبادلة وعملية مصالح مشتركة بين الاثنين، وبنفس الوقت إنه مش مصلحة مادية ومؤقتة، هي عمر، عشرة عمر مفروض تكون. طيب نتحدث، يمكن وصلنا لنهاية الفقرة وناسين الكتاب، اسمه Love Lead Life، مثلث الحياة. نعم. مثلث الحياة، تخبرينا عنه نبدأ سريعة. نعم. مثلث الحياة أخ عبد الله توا قبل شوي قلت لي هذا شو يشبه عن مثلث برمودا؟ إيه شو الفرق بينه؟ اثنيناتهم يجذبون. يجذبون. ولكن هذا بإذن الله يجذب نحو حياة سعيدة متوازنة في الحياة. هذا بناء على يعني خبرة حياتي أنا في العمل وفي الحياة الشخصية بنيتها، لقيت إن بالفعل هناك ثلاث أركان رئيسية إذا إحنا قدرنا إن نعيش معاهم أو عليهم حياتنا بتكون متزنة وسعيدة، اللي هو كيف نحب نفسنا ونقدرها، ونحب الآخرين ونقدرهم، ونحب الأشياء حتى ونحب الأمور في حياتنا علشان نكون سعيدين، وأيضا كيف ممكن نقود ذاتنا، القيادة، how to lead ourselves، كيف نقود نفسنا ونقود أيضا الآخرين، شو هي عناصر القيادة السعيدة، ما هي كيف أنا أقود حياتي وأقود حتى أسرتي، لأن القيادة أنواع، وفي النهاية كيف أعيش live، كيف أعيش بتوازن. وهنا في الكتاب كتبت عن أيضا معادلة الاتزان، معادلة السعادة، وكيف التخطيط الشخصي كيف يؤدي بالخلطة هذه كلها، الحب والقيادة مع التخطيط يؤدي للعيش في حياة سعيدة بإذن الله، لأن هي حياة متوازنة. لو استطعنا أن إحنا نمشي على هذه بهذه الشخصية بالنسبة لي أنا، وأنا لقيت فيه بالفعل يعني
أثر طيب بحياتي الشخصية وبحياة غيري. ما كتبتي إلا من خبرتك أكيد, أكيد يعني طبعًا. في الحياة أنا ما عجبني أن متوسط المثلث ألا وهو في النص الإيمان, وهذه تكفي بأن تكون يعني معادلة صريحة وجازمة بإذن الله. طبعا نحن الوقت سرقنا يعني وخلصت الفقرة بسرعة. نبغى نشكرك على إثرائك لهذه الفقرة, وشكرا لحضورك, شكرا نورتينا اليوم. شكرا لكم على الموضوع الرائع صراحة, يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق دائما. شكرا إن شاء الله. المرة الجاية إن شاء الله تكون معنا حنان بإذن الله. إذن مشاهدينا ننتقل معكم لفاصل ونواصل كمان معكم باقي فقرات برنامجنا.